اليوم حكومة الصدر إذا ذهب بها الحقيقة سوف تكون أخطر حكومة على العراق وعلى الطبقة السياسية، سوف تشعل الحقيقة الشارع العراقي مرة أخرى الذي ضاق ذرعا بهؤلاء. فقد الإرادة الدولية هي معترفة بهذا النظام السياسي، وشيئا فشيئا من حادثة المطار تحول قبل أن كبير نناقش هاي القضايا أستاذ أحمد حتى نصل بالتدرج بالحوار حتى نثبت حقيقة في نهاية الحوار، يعني أريدك تفسر لي قضية مجتبى ابن خامنئي التقى بالسيد الصدر ولم يغير رأيه، قاآن التقاه مرتين لم يغير رأيه، هل هذا الموقف يحسب إلى الصدر بأنه ما زال مصرا على هذا الرأي؟ هاي وقائع. والله إذا كان موقفه من أجل مصلحة الشعب العراقي وكذا بالعكس موقف جيد، لكن أنا أعتقد المواقف مو هكذا. الجماعة من يجون ترى الإيرانيين عندهم وجهين، خلي أقول لك إذا مو 10 وجوه، خلي أقول لك خصوصا السادسة الإيرانيين، يتحدث شيء يقول شيء، هو العراق حارقيه حرق ويقول إحنا ما نتدخل بالشيء العراقي، فإحنا ما كثير نركن للروايات الإيرانية. لكن دعني أتفق معك، نعم حصلت لقاءات مع السيد الصدر، ولكن ما يطلب الإيرانيين، هل واحد جاء قال لك إيش قالوا الإيرانيين للصدر؟ أنا بتقديري لم يقولوا له إلا أشياء محددة، شكل الحكومة بس أطرافنا جماعتنا لا تعوفهم، تعرف كيف؟ ولذلك الصدر عنده كأنما ضوء أخضر من الإيرانيين إنه يقصي المالكي ويبقي. أستاذ أحمد تسمعني يا أبو علي؟ أسمعك القطع، الفكرة ما كملتها أي. بس إذا تسمح لي أكمل الفكرة. أقول الإيرانيين طلبوا من الصدر مسألتين الحقيقة، الأولى أن لا تمس الحشد، اسمح مني وسجلها علي، والثانية أنه خذ جزء من الشيعة الموالين لنا وضعهم معك في المعادلة، ولذلك هو أصر على إقصاء المالكي. هذه كل القصة، باقي التفاصيل الإيرانيين مش شاغلين نفسهم بيها، لأنه يعتقدوا هاي المعادلة اللي شكلها الصدر مع وجود جزء من الموالين لهم مع الحفاظ على الحشد هي في هذه المرحلة معادلة جيدة ليست سيئة بالنسبة لإيران، لأنهم خسروا كل شيء، جماعتهم اللي هم دعموهم رفضوا من قبل الشعب العراقي وتحديدا من الطيف الشعب الشيعي، وبالتالي إيران تشعر بالخسارة والمرارة. أنا أقول لك إياها، ولكن لا يعترفوا الإيرانيين بأنهم مهزومون. احنا نبالغ بدور ايران؟ نعم، ايران عندها اكثر من 67 فصيل موالي لها، يمتلك اسلحه ثقيله، لكن ما قيمه هذا السلاح اذا ما اكو له مناصرين واذا مرفوض دوليا؟ في قبال ذلك الحقيقه، في قبال ذلك الكرد والسنه الان لا اقول فرحين بهذا الوضع الشيعي المأزوم، ولكن ايضا سوف يدفعوا ثمن حقيقه هذا الوضع السياسي المأزوم، لانه الشعب الكردي وأبناء المنطقة الغربية أيضا لديهم ردود أفعال سوف تلاحظها في الأشهر يعني القادمة. القضية الأ...